إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حيث بلغتنا رمضان، ولك الشكر فكما وفقتنا وبلغتنا رمضان وفقنا لصالح الأعمال في رمضان. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هكذا ربنا يخاطب عباده المؤمنون أو المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن يقول سمعت وأطعت. لذلك جاء الخطاب للمؤمنين، لأن غير المؤمن ليس معني بالصيام فلا يقبل منه، لأن الشروط قبول الصيام أو قبول الصيام أن تكون مؤمنا، تكون مسلما، وإلا ما نفرش عليك لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء. لذلك لا بد، فالخطاب موجه للمؤمن، والمؤمن يقول سمعت وأطعت. يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه يلامس قلوب المؤمنين، يلامس شغاف قلوب المؤمنين. وهذا الخطاب في الحقيقة حينما يلامس شغاف قلب المؤمن، فإن نور هذا الخطاب وبشاشة هذا الخطاب تنعكس على هذا القلب، فيتحول هذا القلب إلى بركان، يتحول إلى بركان وإلى شوق، حيث أن هذا الخطاب يزلزل، هذا الخطاب يزلزل القلوب ويدخل إلى القلوب، لأنه أمر عظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة من قبل هذه الأمة يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الغاية يا رب؟ قال لعلكم تتقون أياما معدودات. الصيام ليس الدهر كله، وإنما هو أيام معدودات، لعلكم تتقون أياما معدودات. لكن سبحان الله، من الذي يجني ثمار التقوى إلا المؤمن الذي يصوم ببطنه وفرجه وجوارحه، تصوم عيناه وتصوم أذناه ويصوم فمه وتصوم قدمه وتصوم يده وهكذا، ولسانه تصوم هذه الجوارح. في آخر رمضان يكون ممن قال فيهم مولانا تبارك وتعالى لعلكم تتقون. وهذه هي الغاية من التقوى. وحنا نجربوا دابا باش نعرفوا بلي هذا الصيام نيت بالفعل راه كيربي وكيكسب الانسان، تيكسبو التقوى. غادي نشوفوا دابا واحد الانسان صائم وربما يقدر يكون عطشان، ولكن كتلقى كيدخل الدار ديالو كيفتح النبيره وما كيهش يشرب الماء. من الذي منعه؟ ولا تيكون غادي نعم سيدي كيمر على شي نهر
وكيلقى الماء رخراق وبارد وفي أمس الحاجة. هو يكاد يأكل التراب من شدة العطش، لكنه ليست لديه الجرأة، أدنى جرأة، على أن يمد يده إلى الماء ليشرب. ما السبب؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه. لذلك هذه هي التقوى، هذا هو معنى التقوى، لعلكم تتقون أياما معدودات. والتقوى كذلك كتشوف دابا في الشهر المبارك العبادة كتجيك سهلة، محافظة على الصلوات كتجيك سهلة، الصيام كيجيك سهل، ولكن النهار كيفوت رمضان كتبغي تصوم واحد النهار خاصك ما هي وما لونها، كتبغي تحافظ على الصلوات خاصك ما هي وما لونها، كتحرم عن النفيسة أعطيني ونعطيك، إلا تغلبت عليها وفقك الله سبحانه وتعالى واستعنتي بالله راك كتغلب عليها، كتحضر الصلاة وتصليها في وقتها، دير تصلي بعض الركعات من الليل، تصلي الضحى، تقرا القران، يكون عندك واحد الورد ديال القران تقراه سنويا في العام كامل ماشي غير في رمضان، كذلك يكون عندك واحد الحد من الصيام كذلك. اذا الا كنتي كتقى الله سبحانه وتعالى حق تقاته غادي تكون من هاد الناس اللي غادي ينتصروا على النفيسه ديالهم، وبالتالي غادي يحول المدرسه داك الشيء اللي تعلم اللي تعلموا في رمضان غادي يحولوا لباقي حياتي. كيما حنا في رمضان خاصنا هذا الجو ديال بيوت الله تبارك وتعالى نحولوها للبيوت ديالنا، المنازل ديالنا نحولوها للمنازل ديالنا، الصلاة اللي كنصليو هنا والنوافل اللي كنصليو خاص حتى في الديور ديالنا ما نديروهاش بحال المقابر، داك الذكر القرآن اللي كنقراو هنا منين نمشيو للديور ديالنا كذلك خصنا نقراو في الديور ديالنا، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله وكتنزل فيه البركة وكيحفظ الله سبحانه وتعالى بالعناية وكيحفظه سبحانه وتعالى. إذن هذا بيت مبارك يتسع لأهله، فهذه الأجواء ديال بيت الله تعالى في رمضان خصنا نحولها لبيوتنا في رمضان وفي غير رمضان، ونحولها في الحياة ديالنا كاملة 11 شهر كاملة خصنا نحولوا هذه المدرسة نديروا لها رويض وننقلوها باش أننا نعبد الله سبحانه وتعالى كما كنا كنعبدوه في رمضان. إلا درنا هذا الشيء غادي نكون استفدنا من الصيام، وهذه بشارة أن الله تعالى قبل منا العمل. قال العلماء دليل على أن الله تعالى قبل منك العمل هو أنك تستمر في هذا العمل بعد رمضان، ماشي يعني كتهجر صلاة التراويح ولا قيام الليل ولا تلاوة القرآن في آخر ليلة من رمضان تلقى الناس فرحانين ان غادي يفطروا والعيد الى اخره، الشيطان كيضحك عليهم ونهار صباح العيد يقدر الفجر كاع ما يصلي. لهذا ايها الاخوه فالدليل على ان الصيام مقبول هو ان الله تعالى يوفقك للعمل في غير رمضان، هذه علامه القبول ان شاء الله تعالى. الله تعالى كيخاطبنا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم يعني تدركون التقوى وتتمتعون بثمار التقوى، ولعل الله تبارك وتعالى يوفقكم لجني ثمار هذا الصيام، لعل الله تبارك وتعالى يوشحكم بالأوسمة ديال رمضان، الوسام ديال الصلاة في وقتها، الوسام ديال تلاوة القرآن، الوسام ديال قيام الليل، الوسام ديال الصيام، الوسام ديال صلة الرحم، وهكذا. هذه كلها شواهد إذا كنا بالفعل صمنا لله تبارك وتعالى وأخلصنا النية في صلاتنا وفي أعمالنا وفي صيامنا، فإن الله تبارك وتعالى سيكافئنا بهذه الأوسمة
في آخر رمضان، وسيوفقك الله تبارك وتعالى ولو للحد الأدنى مما كنت تقوم به في رمضان، لعلكم تتقون أياما معدودات. ما أن يبتدي هذا الشهر حتى يوليو الناس يسولوا على إمتى العيد، ياك كما مولانا سيدي صالح، غير كي يبدا رمضان هاي السيمانة الأولى مشات، واحد الشوية يقولوا ها هو 12، واحد الشوية كيبداو أرى غزوة بدر نهار 17، واحد الشوية أرى العصر الأواخر، واحد الشوية كيبداو الناس يترقبوا ليلة القدر، يعني في الأوتار من العشر الأواخر. إن كان بعض العلماء يرجحوا ليلة 27، الإنسان الحكمة أنه الله تعالى خفاها بس أننا نجتهد في العشر الأواخر، وهكذا لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم الأمر ماشي هو للعموم، لا، الله تعالى استثنى واحد الطائفة اللي ما غاديش تقدر على الصيام. إذن هنا الصيام بالنسبة للإنسان اللي صحيح ما عنده حتى شي مرض مزمن، بالنسبة للإنسان اللي هو مقيم، الإنسان اللي هو بالغ عنده القدرة والشجاعة أنه بس أنه يصوم. وعلى الذين يطيقونه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا مرض أو على سفر مسافر فعدة من أيام أخر. هؤلاء غادي يعوضوا داك الشيء اللي فاتهم في رمضان، غادي يعوضوا بعد رمضان. ونقول لكم واحد المسألة، شتي أي واحد كيفوت واحد النهار ما صاموش في رمضان ويعني بدون عذر غير بغاو فطر، هذا الإنسان هذا ما يمكنش يعوض هذاك النهار ولو صام الدهر كله، واخا يصوم شهرين متتابعين ما غاديش يدرك الأجر، لأنه لو أنه صامه وخير الكفارة ما غاديش يدرك ذاك الأجر، لأنه لو أنه صامه في يومه. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله، قال: ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله. واحد جوج ذنوب ما كاينش أعظم منهم بعد الشرك بالله. قال: رجل أخر الصلاة حتى خرج وقتها، والو عم ريح شاد عام مباراة الكرة القدم، ريع في القهوة يتتبع عورات الناس، متبع مسلسلات تركية أو المكسيكية أو شيء من هذا، متبع سكيتشات اللي ما بغاش يفوتوا داك الشيء، ما عليهم أن داك الشيء كيتعاودوا حتى هو، وكتعاود المباراة ديال كرة القدم والخطاب كذلك كيتعاود ديال الملك إلى آخره، هاد الحوايج كيتعاودوا، ولكن لما تصنص لهم الإنسان في رمضان يقدر يعاودوا في غير رمضان، فعلاش أنا غادي نضيع الوقت؟ والوقت ديال رمضان هو فرص ثمينة ما تتعوضش أبدا، رمضان ما تعوضش، إلا ضاعت لك دقيقة ما يمكنش تعوضها. ولا بين لنا الله تبارك وتعالى الأجر والثواب والفضل ديال هاد الأيام المباركة ديال رمضان والساعات ديالو والثواني ديالو، غادي الإنسان يتحصر الدهر كله على ساعة واحدة ما ذكرش فيها الله تعالى ولا ضيعها في رمضان، الدهر كامل، ويبقى الإنسان يتحصر ويتأسف وما يمكنش ينقاد ذاك التحصر دياله. علاش؟ لأن فاتوا الخير والأجر. شوفوا شحال حنا كنقتلوا ديال الوقت، تنقتلوا الوقت قتلا ونقطعه إربا إربا مع وسائل التواصل، أرى هذه دردشة، هذه مكالمة، هذه كذا، كلام فاضي، كلام خاوي لا قيمة له، ربما فيه معصية، فيه غيبة، وفيه نميمة، وفيه كذا وفيه كذا. أنا كنت عجب سبحان الله هاد الناس بساك كيبقاو يتراسلوا ويرسلوا لبعضيات، واخا ترسل ليه درس كاع فيه الدين وفيه، واخا ترسل ليه درس، هذا ماشي الوقت ديال الدروس يا إخوان، هذا الوقت ديال عليك بخاصة نفسك، الوقت ديال كل واحد يهتم براسه. انت غيكون الوقت ديال ترسل الدروس ودير ودير وتكلم مع الناس بعد رمضان، لان الا مشيتي في الجانب وهذا الاتجاه راه مشى لك الوقت ديالك. ها خاصك تفتل اولا قبل ما تفتل في الحبال ديال عباد الله، وافتل في الحبل ديالك انت، تربى انت وتصالح مع القران وتصالح مع مولانا وتوب واحد التوبه نصوحه
عاد مني انت غادي تعمل في هذا رمضان، ديك الساعة أعطي للناس بعد رمضان. إنسان كيضل النهار كامل هو شاد التليفون، ارسل هذا ارسل هذا ارسل هذا، ربما داك السيد مسكين عنده برنامج ديالو غادي تفتنو، ربما هذا ربما هذا. هاد المسائل نخليوها بعد رمضان، كان قبل رمضان نعرفوا هاد الحوايج. هادشي اللي كنرسلوا فيه دابا في رمضان خصنا نعرفوا قبل رمضان، نعرف أحكام الصيام، ما هي فرائض الصيام، ما هي أركان كذا، ما هي السنن، ما هي هذه المستحبات المكروهات. هاد الحوايج خصنا نعرفوها قبل رمضان، لأن دابا الآن الوقت ديال التطبيق وليس الوقت ديال التعليم. إذا في رمضان هو المدرسة، ملي تنقولوا مدرسة بحال هذاك النهار ديال الاختبار، ماشي عاد جاي باغي تتعلم ألف باء، لا راك تعلمتيهم ولكن ذاك النهار جاي غادي تطبق. في هذا أيها الإخوة أوصيكم وأوصي نفسي بأن نعود إلى هذه النفس، نبحث في أغوار هذه النفس، نبحث في المرض ديالها، الأمراض ديالها وداك الشيء اللي تربات عليها، نبحثوا على هاد الحوايج هادو ونحاولوا أننا نصلحوهم في هذا الشهر المبارك اللي هو مدرسة كما قلنا ديال الصلح مع الله سبحانه وتعالى، مدرسة ديال العودة إلى القرآن والصلح مع القرآن وتلاوة القرآن وقيام الليل وصلة الرحم إلى آخره إلى آخره. ثم نسأل الله تبارك وتعالى لنا عودة إن شاء الله تعالى مع هذه الآية الكريمة، لأنها هي طويلة وتحتاج إلى وقت كذلك. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.